دل ملي اهلا وسهلا بحضراتكم. عبد الرحمن الجبرتي، شاب مصر اتعدم اول امبارح ظلم، محدش يعرف عنه حاجة في وسط الهوجة اللي عايشين فيها. عنده 25 سنة، من محافظة السويس، تم اعتقاله يوم 26 مارس 2015. مصر السيسي اتهمته بجرائم كلها ملفقة بحكم وصل ل 200 سنة سجن. اتحكم عليه بالإعدام، وزي أي دولة محترمة في الدنيا من حقك كمتهم، ده لو كنت متهم أصلا، إنك تعمل نقض على الحكم. ما استنوش أي حاجة. شاب من عشرات الآلاف من الشباب المصريين اللي حياتهم معرضة للخطر في أي وقت، اتعدم عبد الرحمن ظلم زي ما اتقتل غيره كتير ظلم. عبد الرحمن قبل ما يخش السجن في سنة 2015 خطب بنت اسمها فاطمة مونجي، زي أي اتنين في الدنيا من حقهم يعيشوا في أمان ويفرحوا. النهاردة فاطمة تلقت خبر موت عبد الرحمن، وبرضو محدش يعرف عنها حاجة. فاطمة بتقول هو خلاص كده، مفيش عبد الرحمن تاني، خلاص مش هشوفه تاني، خلاص مش هستنى يثبتني ويقول لي اصبري والله هخرج يا بنتي. كنت مستنياك عبد الرحمن، وعايشة على أمل إنك ترجع تاني ونفرح ويبقى لينا بيت وأولاد، وكنت بقولك هحكي لولادك على اللي انت وريتهولي. كنت بحلم اشوفك ببدلة فرحنا، بس شفتك بالكفن يا جبرتاوي يا اخويا. ما كنتش بقولك غير ازيك يا اخويا، عشان انت كنت اخويا وصاحبي والله. طول ما عرفت بيك عبده وانا بقول انك مش من اهل الدنيا ابدا. كنت بخاف قوي من فراقك، عشان كنت حاسة ان مكانك مش معانا، كنت حاسة ان مستهلش حد زيك. كنت بعد الايام ومستنياك يا ابو قلب طيب، استنيتك وهفضل مستنياك لاخر يوم في عمري. اللي بينا كان عهد، اخرته الجنة يا عبد الرحمن، وانت سبقتني ليها بس سبتني في نص الطريق. وانا ضعيفة قوي يا عبد الرحمن، مش قادر استحمل ولا صدق اني مش هسمع صوتك ولا اشوفك تاني، بس بوعدك اني هفضل على العهد وعلى طريقك يا بطل لحد ما لقاك. يا رب صبرني واربط على قلبي يا رب، والحقني بيه واجمعني بيه في مستقر رحمتك. رسالتنا لفاطمة وعبد الرحمن هي ان قصتكم سجلها التاريخ، لانها شاهد لأولادنا وأحفادنا قد إيه الشعب المصري عانى من ظلم السيسي في فترة اغتصابه للبلاد. اتكتب علينا تكون في كل محافظة قصة وبصمة بالدم والقتل، شهادة وموثقة تاريخيا إن السيسي واللي معاه مجرمين. أي حد معروف عنه إنه يدعم الانقلاب ولو بكلمة، هو قدام الشعب ده مجرم، وهيفضل العار محاصره ومحاصر ولاده وولاد ولاده. الظلم أكيد هينتهي، ولابد في يوم هيرجع الحق لأصحابه، صحابه اللي كانوا حافظين البلد وكانوا بتوع خير مش بتوع شر. لما بتقعد في صلاتك وبتدعي ربنا بتدعي تقول ايه؟ اللهم ارزقنا الخير وارزق هذا الوطن الخير وبارك له فيه، اللهم بصرني بالحق وأعني عليه، اللهم اجعلني سببا في أن تنهض مصر وأهلها.